أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی عافیت کا نبوی نسخہ صبح و شام پڑھے اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وأن يميني وأن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي